بلبان بدخن اصلا مش قادر اخلص. ما تكذبي يا كلبي يا حقير. ما تقولي ما بدخن. ما بدخن. يلا بدخن تحت الدخان من المطبخ. انت دخنت قبل شوي لاني. لك ما دخلت صار لي ساعه بالغرفه ده. ايه صار طبعا قاعد اضحك مو عجب من المغرب لا كذا يا اخي احس العطافه دي تضحكني يعني ليش ما ادري انت باقي على كرت 36 ليره ما بي معك ليش خصم صراتي ايش بدك 36 ليره خصم صراتي بدل حل مدرسه ايش 36 ليره لسه اكيد 36 على التمام ليش كرتي يولو الله تشف يهر سنونها قسما بالله ترى شنو بعد بتمحاري اي حقير يا حقير والله العظيم اقسم بالله شيء والله العظيم ما ينهي حاله ما ينهي حاله ومنيحه كان عالم كلش تعب دخيل ايش تعب شو؟ دخلت حلوة حلوة رد اقسم بالله عجبني رد هذا اول مره يعجبني رد اخطي على عين انت ايش بتدخل؟ صدق ايش بتدخل يعني؟ هذا ردة فعل طارق الفاشا عمل فيديو كليب صدق